الإقدام الدائم على التجارب الجديدة، الإقدام الدائم على التجارب الجديدة أفضل من الاستمرار في مجال واحد والاحتراف فيه. بالله عيد السؤال. يعني أنت تستمر مجال واحد وتحترف فيه، تطور نفسك فيه، ها؟ الإقدام التغير في التجارب هو أفضل منه. وضحت ولا عيدها؟ لا عدها. طيب التغير في التجارب كل شوي لك في تجربة أفضل من أنك تقعد في مجال واحد بس محترف فيه. أختلف. اعترض. ولماذا تعترض يا وليد؟ أنا أعترض لأنك إذا أن الله وفقك في تجارتك هذه وشفت أن رزقك ماشي فيها، طور من نفسك. لا أنت مثلاً تاجرت فلبل. يا سلام. تاجرت فلبل، أنا بعلمك. وقام حظك فلبل. تخيل عاد، تخيل وعندك تطوير وتعرف الأمور، تخيل أنك حرفت حالك في دواجن، تتاجر في الدواجن بتفشل. طيب ممتاز ممتاز. وجهة نظر تحترم، وجهة نظر اتفق والله معك فيها. والله أنا صادق. ولا والله صادق والله. تطور من نفسك بس لا تغير. هو لأن يقول صاحب الصنعتين. أنا أختلف. دايم مع وليد. صاحب الصنعتين كذا. يفشل. قلت صاحب الصنعتين كذا. الاستمرارية على شيء أفضل من التغير، لأن التغير أنا بعلم فشل. دقيقة يا شباب. يعني احتمال حصول فشل في التغير أكبر من كونه في شيء مستمر عليه وعارف فيه أموره كاملة. طيب اللي يقول لكم يا شباب، النجاح